الحمد لله رب العالمين وصلت الرحلة أبو محمد، الأمور كلها بخير تمام. هاي رحلتك وصلت، أحلى جو أحلى بحر أحلى عالم. وصلنا للبر باليونان، كان اليونان بتشوف منظر غريب عجيب، يعني هول البالمات تكون على البحر والمطارات والجاكيتات، وكان يعطونا كمان دولاب هذا تبع 20 ريال عادي لتلبسه صار معك شيء. كان في اليونان وتعاملوا معنا معاملة جنن، غطوا العالم، كان في برد، تخيل البرد قد ايه، انت برد فوق الخيال، يعني كنا بشهر 11 بال 2015 مزبوط صح، برد وكانت كل العالم خايفين، قلت لك وانت رايح على المجهول ما بتعرف شيء. كان في اليونان عم تطبب بعض العالم واكل وشربه وكذا هالقصص، وصلنا لمكان بيطلعونا ببسطات على مخيم، هيدا الجزيره كانت جزيره عسكريه اسمها ميتلينا. وما عني انت؟ عم اسالك، ايه باسبورك معك؟ ايه مخبين. ايه وتخلي حدا يعرف انه معنا باسبوراتنا؟ قطعت انا عم اغلي غلطي، بس ما تقول لحدا انه نحن لبنانيين. سيارة هون، لا هون مخبين باسبورنا، هون لعبة مخبر باسبورك انت لبناني او سوري. كانت حالة يرسلها اطفال وكبار وكهل وشباب وشي مثل كذا، وبرد بطل في محلات وعنا بتخلص وعجقة وكله فوق بعض، بده يختم حتى ينتقل لمرحلة تانية اسمها يطلع من هاي الجزيرة على أتنا يلي هي العاصمة، لينتقلوا على مكدونيا ليكملوا المسيرة. وانا مضينا على الخرطية وفت وانتقلنا على المرحلة التانية على أتنا، احنا على المينا